اتصال تليفوني قبل ما جينا فقدان في الذاكره ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله كويس. انا بسمعك وانا عندي يعني سنه اولى اعدادي. انا حاليا دلوقتي 30 سنه. مبسوطه جدا ان انا اتواصلت معاك. لا استني استني ارجوكي. هو انا عجزت كده؟ هو الزمن جري قوي كده؟ لا بس ممكن. اولى اعدادي كان عندك كام سنه؟ اولى اعدادي كان 15 سنه كده. اه يعني بقالك 15 سنه بتسمعيني. طب حلو. انا بقالي 18. لا لا انا كده موافق. مفيش مش متضايق. ومبسوطه جدا ان انا سمعتك النهارده. ربنا يخليك. كل يوم بسمعك اصلا يعني حد واربع حد ثلاث يعني ظبط المنبه عليك. ربنا يخليكي. ميرسي. ده يعني شرف ليا. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. طب قولي لي بقى انت مرتبطه؟ انا متجوزه. انا وزوجي ما بيكلمنيش خالص يا اسامه الا لما اكون محتاج حاجه. يعني هو عايش معاكي في البيت بس ما فيش كلام ما بينكم؟ ما فيش كلام. وبعدين انا في شغلي انا دكتوره. ما بيكلمنيش لما اكون محتاج حاجه. ما بيكلمكيش وانتي في شغلك بس في البيت عادي بتتكلموا؟ لا خناقات. تخيل لما انت لو انت مثلا عملت غلطه بسيطه كده تلاقي خناقات دوشه كتيره. ما بيساعدش معايا في اي حاجه. ما فيش كلمه حلوه ترفع النفسيه. ممكن يكون بعيط في الاوضه اللي جوه مثلا ما يقوليش انت مالك بتعيطي ليه. هو دكتور برضو؟ لا مهندس. مهندس. هما المهندسين بيبقوا عمليين قوي بالورقه والقلم يعني غير يعني. حتى انا كنت قاري بوست من شويه كده على الفيسبوك برضو حد بيقول لك لما المهندس ده بيبقى حد حاسبها وعايشها بالمسطره يعني. بس حتى وانا في شغلي انا بقالي شهرين انا شغاله طبع الجيش. شهرين ما سالش عليا الا بيكون محتاج مثلا الايجار الشقه ابعته بلافون كاش. بس انا كلمتك الاسبوع اللي فات على رساله. طب بقالكوا قد ايه كده على الحاله دي؟ احنا بقالنا كده 5 سنين. 5 سنين ما بتتكلموش؟ ما بنتكلمش يعني. عايز اقول لك انا معظم وقتي دلوقتي بقى في الشغل. بس انا حتى حبيت ان انا ازود شيفتات في الشغل. لا اصل مش ده العلاج ولا ده الحل يعني. انا بس عايز افهم دلوقتي انتوا بقالكوا 5 سنين على الوضع ده ليه؟ لا مش شايفين. انا الزوجه الثانيه. انت الزوجه الثانيه؟ وبص يا اسامه هو كان في الامارات كانت الدنيا واقعه معاه خالص. وقلت له تعالى واقف جنبك هنا في القاهره. مش فاكره الموضوع هيقلب بجواز. يعني انتوا كنتوا معارف او اصدقاء و انا بابايا ومامتي متوفيين. وطبعا لما هو كنت جيت في فتره كده تعبت كنت محتاجه حد جنبي يرفع من نفسيتي. لقيته بيقول لي انا ينفع اتقدم لك وجالي الشغل واتقدم له كده. مراته عارفه انه متجوز تاني؟ لا هو اصلا انفصل بعديها لما ضيع فلوسه وضيع حياته كلها. طبعا مراته طلبت الطلاق اللي هي ما عندهاش استعداد ان هي تشوف مشاكل تاني معاه. بس انا واتطلقوا. انا عارفاهم. اتطلقوا. انا سنتين. طب هو عايش فين؟ هو دلوقتي مثلا بين هو عايش معايا في الشقه. هو بيسافر بيروح الاقصر بيروح اسوان الكلام ده كله. بيروح شغل يعني؟ يعني قدر يقف على رجليه تاني انا بص يا اسامه انا عملت اللي ربنا قدرني عليه. طب انت حاسه ان هو ارتبط بيكي بس لانه كنت بالنسبه له المنفس او انت بالنسبه له؟ بالنسبه له اسامه اقول لك على حاجه خبرتي في الحياه واللي انا شفته قدامي. حسيت ان انا قصاده هو كان واقع في موقف شاف حد ممكن يقدر يوقف على رجليه. وشكرا. يعني هو بس ارتبط بيكي عشان ساعدتيه وقفتي جنبه؟ بس. عندك منه اولاد؟ لا الحمد لله. طب بتفكري تنفصلي ولا بتفكري ايه؟ اصل 5 سنين قاعده. اقول لك على حاجه الصراحه يا اسامه. مشكلتي ان انا مش عايزه اخش في تجارب تاني. لو بامانه يا اسامه رجاله مصر كلها شكل بعضها. انا شفته كده. طيب تعالي اقول لك حاجه. طب انت مش عايزه تخش في تجارب تانيه تفضلي في التجربه بتاعتك دي؟ لا.
يعني مش عايزه تخشي في تجارب تاني، خليني اوافقك مؤقتا. هتفضلي عايشه في النكد اللي انت عايشه فيه ده؟ لا طبعا. يبقى هتعملي ايه؟ يبقى الراجل اساسا يعني هو باقي عليكي علشان وقفتي جنبه، وحتى بتقولي لي بيطلبك لما يكون عايز حاجه، عايز فلوس مثلا. طب ده حتى ما بيدفعش ايجار الشقه اللي انتوا فيها. لا هو حتى كل ما يجي يتكلم يقول انت واخداني، ظروفي واقع، انا واقع. هو بصراحه قال لي يا اسامه، قال لي انا مش هقدر اجيب لك اي حاجه ولا اساعدك ولا الكلام ده كله. طيب يا سيدي، انت واقع على عينه وعلى راسنا، بس الاقيك راجل وبتقف على رجليك وبتحاول تشتغل وبتحاول تكون نفسك، بتحاول ترجع تستعيد نفسك. أنا جينا في اخر خناقه قال لي انا بكرهك، انا اصلا من قلبك انا بحبك، خليك عايشه يعني مع الناس بتوعك اللي انا من اول انا باخد كورسات، انا اصلا دكتوره بطنه. طب انت ناجحه في عملك ودكتوره، من في دكاتره بيبقوا يعني. هقول لك على حاجه، انا كنت بحب واحد من 8 سنين ورحت قلت له انا بحبك، وهو ما كانش لسه مرتبط، انا اللي رحت قلت له. قال لي لا انا مش بحبك، احنا اصدقاء. من بعدها اسامه وانا بقى عندي عقده من عشان احنا قلنا مليون مره ما ينفعش الست تروح تقول للراجل انا بحبك. ما كانش الراجل هو اللي يجي يتقدم لها، يبقى ما ينفعش. طيب تعالين بس نشوف الحاله اللي احنا فيها دلوقتي دي، لازم نلاقي لها حلول. الوضع اللي انت فيه ده لازم يكون له حل، لانك مش هتستمري على هذا الوضع كتير، مش كده ولا ايه؟ ولا انت عايزه تستمري؟ انت شايفه ان في امل يتصلح؟ لا انا دلوقتي الايام دي بصراحه يا اسامه انا شغاله على نفسي جامد، ان انا حاطه هدفين. الهدف الاولاني يعني عايزه يبقى معايا شقه بتاعتي باسمي، ده رقم 1. رقم 2 عايزه هبه اول ما تمسك حاجه تبدا هي يا اسامه هتقول هي انا مش عايزاه وعندي استعداد. بص يا اسامه، انت مستنيه تمسكي حاجه عشان تقولي انا مش عايزاك ليه؟ اقول لك يا اسامه، تخيل ان حد يقول لك روح انت ادفع للمأذون ويلا تعالى يلا لو انت عايزه تتطلق واديني القايمة بتاعتي. وانا من كده من ناحية الموضوع ده لو حصل انا متنازلة على كل حاجة عشان كرامتي، العمر ما فيهوش حاجة على فكرة. بص يا بنت الناس، ما تستنيش تحصل حاجة عشان تاخدي قرار في حياتك، انت اوريدي واخداه. تمام. انت اوريدي واخدة القرار. تمام. ما تستنيش انك تقفي على رجلك وتقفي علشان لما تاخدي القرار تبقي ضربتيه ضربة في مقتل، مش مهم. انت النهارده عندك هدف، بتقولي عايزه يكون عندي شقه بتاعتي. انت مش ست عندك دخل بيخش لك تقدري تاجري شقه تانية وتعيشي فيها؟ اه تمام الحمد لله. حلو، يبقى هدفك الاول يبقى عندك عياده يا دكتوره، لان العياده هي اللي هتعمل شقه وفيلا وعماره ومصيف. بدات على فكره في موضوع العياده الحمد لله وشكر لله، هخلص فيها لاخر الشهر. يكون عندك عياده ان شاء الله، اوضه في عياده، يكون عندك زبونك، يكون عندك لما بتبقي دكتوره شاطره الناس بتقول لبعض، تقول له الدكتورة دي فلانة شاطرة، الدكتورة علانة شاطرة، الأمور بتمشي كده. تمام. وبعد كده خدي قرار، بس خدي قرار في حياتك، ما تسيبيش 5 سنين متعلقة مع واحد ما بيحبكيش وما بيكلمكيش غير لما يكون عايز فلوس. تمام. فيعني الحياة مش أنت طلعتي جدع معاه وأنت شلتيه من أزمة وخلافه ياما. أنا أسامة أنا سوري يعني أنا الحاجات دي عيب اللي أنا أقولها، انا عايز اقول لك واقفه معايا خلاص. انت عملتي اللي عليكي وهو الراجل بقى يتحمل مسؤوليه نفسه. يعني انا وسام اللي يشوفني يقول انت جابه، مفيش حد بيعمل كده. طيب يا دكتوره، مش انت وقفتي معاه؟ خلاص بقى هو الراجل يتحمل مسؤوليه نفسه ويشوف له واحده يحبها، وانت تشوفي لك حد تحبيه وتستقري. على فكره انت لما تنجحي في حياتك كطبيبه ويبقى ليك استقلاليتك ونجاحك، ممكن ترتبطي بدكتور زيك، ممكن ترتبطي بإنسان زيك يبقى حابب يرتبط بإنسانة محترمة جميلة ناجحة في حياتها، لأن النجاح بيجيب نجاح. الناس بتحب، حتى الناس لما بتقعد مع حد ناجح بتبقى مبسوطة. فاهتمي بنجاحك انت الأول قبل ما تهتمي انك تشتري لك شقة تسكني فيها. انت ممكن تأجري شقة، بس اهتمي بعيادتك ونجاحك وتكبري وتنجحي وتبقي دكتوره قد الدنيا وانت لسه صغيره، العمر كله قدامك يعني سنه 2 3. بامانه يا اسامه ريح قلبي، يعني بص
المكالمة دي انا كنت مستنيها بقالي اسبوعين ثلاثة. ربنا يسعدك ويكتب لك كل الخير والله العظيم. بس بعملها ربنا يبارك لك و كلامك الجامد ده يعني. ربنا يخليكي. بس اهم حاجة ما تضيعوش عمركو. او انت اليوم اللي بيعدي من عمرنا ما بيرجعش تاني، علشان كده لازم نهتم وما نضيعش عمرنا في الفاضي. لو في ايدينا نحافظ على كل يوم ونستمتع بكل يوم وننجح في كل يوم نعمل كده.